رياضتنا دائما هي معارض للأعمال اليدوية الحرفية والفنية، وتجمع عدد من الفنانين الأكاديميين والحرفيين، طبعا رجال ونساء، وبيهم كثير من النساء اللي هم بعيدين كل البعد عن يعني كدراسة عن الفن، لكن هم قريبين جدا يعني كفنانات بداخلهم. تلقاهم هم أكثريتهم المهندسة والطبيبة والصيدلانية، لكن حبهم للفن هو اللي جمعنا بيهم كفريق هنا في هذا المعرض. الأعمال اللي موجودة عندي اليوم بالمعرض هي تقدر تقول خلط بين الفلكلوري بين الكلاسيك بين القديم والحديث. حاولت أنه أخلط المواد المستعملة أيضا من حجر إلى زجاج إلى ريزن، يعني استخدمت عدة مخلوطات حتى أنتج هذا الشيء. عندنا مثلا نراقل العراقية، عندنا مثلا هاي اللي يقدمون بها نقدر الأسترونيات، وهاي اسمها هيجي، وساعات وشغلات. إن شاء الله نحاول نقدم كل ما هو جديد إن شاء الله. حسيت هذا الفن قريب على الشباب أكثر، يعني أكثر ما أنه يكون لون واحد أو شكل واحد. حاولت يكون فن قديم وأطوره على أنه يكون شبابي، فضفت له ألوان وضفت له شغلات. حسيت حيكون قريب على عمرنا أكثر، حنحبه أكثر. فبديت تجارب، بديت أجرب هواية مرات، يعني كانت تطلع عندي كلش ما حلوة وأعيد بيها، إنما شوي شوي وصلت. يعني المواد اللي أستخدمها في صناعة هاي المجسمات والفن والشبابيك البغدادية تكون يعني مادة أساسية مالتها الشوخ، وأضيف لها الخرز والخشب مرات الخرز وهاي الأمور، ومرات الفصوص. أنا اختصاصي إعلام، خريجة قبل 6 سنوات تقريبا. العمل ماتي هو هواية، بدأت بالبداية يعني كشغل يعني ثانوي مثل ما نقول، وطور شوية شوية لما وصلت هاي المرحلة. بديت قبل 13 سنة تقريبا أشتغل كل أنواع الشموع، أنطي دورات. اختصاصي هو رسم على الزجاج. قبل كانت انه اسوي ماي دريم، بس ما يعني الكل يعني عليها اقبال وما حبها او اصلا ما يعرفوها، فحولت الى رسم على الزجاج والقماش، بس يعني اختصيت بس بالزجاج. فانه يعني تقريبا صار لي اني 5 سنين انه امارس هاي الهوايه، هي هوايه واني اصلا نميتها. يعني احب اخذ يعني اختار الاشياء اللي ما مطروقه دائما، وأرسم على المواعين، فناجين، أكواب، صواني، أي شيء كلهن.